يستقبل مع معرض أهلا مدارس الرئيسي بشارع فيصل بالجيزة كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى بنسبة تصل إلى 30%. مزيد حول أهلا مدارس ينضم عبر الهواء مباشرة زميل أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري من مقر المعرض بشارع فيصل بالجيزة. أحمد، يعني هل لك أن تلقي لنا الصورة ومدى الإقبال على المعرض؟ نعم محمد وليلى، تحية لكم. بالفعل هناك إقبال كبير جدا من المواطنين على زيارة هذا المعرض، معرض أهلا مدارس هنا في شارع فيصل بمحافظة الجيزة. هناك أربع معارض مثل هذا المعرض مقامة في محافظة الجيزة بالطبع للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر المصرية قبل بدء العام الدراسي. هذا المعرض يقدم جميع مستلزمات الدراسية وما يحتاجه الطالب سواء من كراسات أو أقلام للدراسة أو من شنط دراسية أو من زي مدرسي أو من أحذية. كذلك هناك مجموعة من المواد الغذائية وأيضا مواد المنظفات. فبالتالي نحن نتحدث عن معرض أهل المدارس، هو معرض شامل للأسر المصرية. التخفيضات كبيرة جدا، يعني كنا نتحدث عن تخفيضات تصل إلى 30%، ولكن حينما دخلت بداخل المعرض وتجولت في الأجنحة التي تصل إلى أكثر من 60 جناح هنا في هذا المعرض، وجدت أن التخفيضات تصل في الحقيقة إلى نحو 50% وجودة عالية جدا. هناك أيضا المنتج المصري يعني يتوفر بجودة عالية، وهناك حالة رضا كبيرة من المواطنين والذين يقومون بشراء هذه المنتجات قبل بدء العام الدراسي. نحن نتحدث هنا عن هذا المعرض على مساحة 2000 متر، وبالتالي مساحة كبيرة، ويعني يستمر هذا المعرض حتى 14 أكتوبر القادم، وقد انطلق وافتتحه دورة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وقد تم افتتاحه في 17 سبتمبر الحالي. وبالتالي نتحدث عن إقبال كبير جدا من المواطنين على شراء هذه المستلزمات. هل تحدثت مع المواطنين أحمد، هل لك أن تصد لنا انطباعات من ذهبوا إلى المعرض أهلا مدارس؟ نعم محمد، يعني أنا تحدثت مع الصغار والكبار أولياء الأمور، صغار سن طلاب في مراحل دراسية مختلفة سواء في مرحلة الابتدائي أو الإعدادي أو مرحلة الثانوية العامة. جميع الطلاب وأولياء الأمور هم في حالة رضا، في حالة سعادة كبيرة، يتحدثون عن تخفيضات غير مسبوقة لم يجدوها في أي من المكتبات الأخرى أو في الأماكن خارج هذا المعرض. بالفعل يتحدثون عن تخفيضات رائعة للغاية في جميع المستلزمات الدراسية سواء في المواد الدراسية أو في الزي المدرسي أيضا أو الأحذية وغيرها من المواد. هذا بالإضافة إلى المواد الغذائية التي أيضا يقدمها هذا المعرض لجميع الأسر المصرية هنا في المناطق المجاورة في محافظة الجيزة. وبالتالي نحن نتحدث عن فرصة رائعة للمواطنين، هذه الفرصة مستمرة من 17 سبتمبر وحتى 14 أكتوبر القادم لكي ينتهزها المواطن ويستفيد من هذه العروض والخصومات التي تستمر حتى منتصف الشهر القادم بإذن الله. أشكرك جزيل الشكر أحمد الحسيني مراسل التلفزيون المصري، كنت معنا من معرض أهلا مدارس. تواصل معارض أهلا مدارس المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبة التخفيض فيها من 10% إلى 30%، وذلك بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية. من جانبه صرح مدير معرض مدينة دمياط أيمن الشوبكي أن المعرض سيستمر لمدة شهر بمشاركة 26 عارضا ويضم جميع المستلزمات الخاصة بالمدارس من زي مدرسي لجميع المراحل الدراسية وأحذية وحقائب وجميع الأدوات المكتبية. موجود به جميع الأدوات الكتابية والأدوات المدرسية والهدوم المدرسية بخصم يصل من 10% لـ30%، وده طبعا طبقا للتعليمات الرئاسية ان احنا بنحاول نخف عن كاهل المواطن الدمياطي. الأسعار هنا موجودة وبجولة عالية جدا، من تيشيرت لشنطة مدارس لأدوات مكتبية لكتب خارجية
وده كله موجود هنا باسعار مخفضه جدا. والله الاسعار هنا كويسه يا جماعه. لما لقيت المبادره جيت سالت لقيت الاسعار ارخص من بره وخامه كويسه وبجد في متناول للجميع. يعني هنا اسعار في اي حد يشتريها. جيت المعرض اشتريت منه حاجات حلوه وكويسه جدا والادوات اللي فيها جميله وسمعت عنه من الناس وحلو جدا واسعاره جميله.